الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال النائب مصطفى سند إن حجم النفقات ضمن الموازنة العراقية لعام 2023 تقدر ب 269 تريليون دينار عراقي، بينما يقدر حجم إيرادات الدولة ب 148 تريليون دينار. وأضاف سند أن حجم العجز المالي الذي تشهده الموازنة يقدر ب 121 تريليون دينار، ما يخالف قانون الإدارة المالية الذي يؤكد على ألا تتجاوز نسبة العجز في الموازنة 3% من الناتج المحلي. في المقابل قال بيان لوزارة المالية إن وزارة المالية رصدت العديد من المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة المتداولة بشأن حجم النفقات والإيرادات المتوقعة ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة لسنة 2023. شهدت أسعار صرف الدولار أمام الدينار ارتفاعا ملحوظا في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد. وقال مصدر مالي إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا سعر صرف بلغ 160,500 دينار مقابل كل 100 دولار، مضيفا أن أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد سجلت ارتفاعا، حيث بلغ سعر البيع 161,000 دينار، بينما بلغ سعر الشراء 160,000 دينار لكل 100 دولار. أعلنت منظمة أوبك أن إنتاج الدول الأعضاء 13 في المنظمة من النفط ارتفع ليصل إلى 28,971,000 برميل يوميا خلال شهر كانون الأول الماضي. وبحسب التقرير الشهري لمنظمة أوبك، فإن أكبر زيادات جاءت أولا من نيجيريا، إذ ارتفع إنتاجها النفطي نحو 91,000 برميل يوميا ليصل إلى 1,267,000 برميل يوميا. يليها أنغولا بزيادة 42,000 برميل يوميا. وحافظت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك على توقعات نمو الطلب على النفط في العام الجاري عند مستوى 1,200,000 برميل يوميا، وهو مطابق لتوقعات المنظمة التي أعلنتها الشهر الماضي. حققت السياحة التونسية عائدات بنحو 4,279,000,000 دينار خلال عام 2022، بارتفاع يقدر ب 83% مقارنة بعائدات 2021. وقالت الوزارة إن عدد الوافدين على البلاد التونسية خلال العام 2022 كان 6,437,000 سائح من مختلف الجنسيات، أي بارتفاع بلغ أكثر من 160% مقارنة بسنة 2021. وأضافت أن المؤشرات الخاصة بالقطاع السياحي في تونس التي تم تسجيلها خلال كامل سنة 2022 أظهرت تجاوز الأهداف المرسومة لهذه السنة، وهي تحقيق ما بين 50% و60% من أرقام سنة 2019. ارتفعت أسعار النفط لتواصل مكاسب الجلسة السابقة، مدفوعة بالتفاؤل بأن رفع القيود الصارمة التي تفرضها الصين على كورونا سيؤدي إلى تعافي الطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط في العالم. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا لتصل إلى 86.55 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتا لتصل إلى 80.56 دولارا، بعد أن ارتفعت بنسبة 0.4%. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام الموجز، إلى اللقاء.